ايه انت رايح فين؟ انا عندي بروفو. اللي انت زعلان مني صح؟ لا مش زعلان منك ولا حاجه، انا بس عايز افهم ايه علاقتك بالحفله دي ولا اي حاجه. كل الحكايه ان انا واصحابي عشان نحجز مكان نعمل فيه حفله نبقى محتاجين فلوس كتير قوي، فمن الصعب يعني ان احنا نرفض مكان زي ده وهيبقى فيه العدد ده كله، وبعدين هنبقى محتاجين فلوس دعايه فكان من الصعب ان احنا نرفض يعني. طب انا هسألك سؤال وتجاوبني بصراحه، انت ليك دعوه بالعيال اللي رفعوا العالم دول؟ لا والله العظيم ابدا. يعني انت سليم في التمام؟ ايه اللي بقى في ايه؟ لا مفيش، انا بس بطمن عليك. طب انت مش مرتبط يعني مزة حلوه كده من البنات اللي بيلبسوا قصير دول ويقوموا يرقصوا فجأة؟ لا 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 ما بفكرش في الموضوع ده دلوقتي خالص. غلط، ما تفكرش ازاي، لازم تفكر. فكر في ايه اللي وانا فاضي للكلام ده؟ انا عايز اشتغل الاول. تشتغل ايه؟ مش لما اكمل دراستك الاول؟ في مزز كتير في البلد.